تفرجنا في واحد الفيلم اليوم سميتو المغرب من الأعلى. عجبني الفيلم حتى سنشوف فيه المناظر الخلابة ديال المغرب والمآثر التاريخية اللي عبارة عن مآثر تاريخية كثيرة، منها المنارة، منها مسجد حسن الثاني. وهذا الفيلم وثائقي دار على عدة مدن، عطانا كلها مدينة المآثر التاريخية ديالها، وعطانا السواحل والاماكن اللي كان فيهم البحر. حوايج من شفت البلاد ديالنا، حيتاش في الاول كنت حاضر البلاد ديالنا، كنت نقول البلاد ما فيها ما يتشاف. هي بلادنا، حيتاش في بلادنا راه فيها ما يتشاف، غير حنا ما عندناش الفرصه باش نتجولوا في بلاد ديالنا اللي فيها كثير من المناظر زوينه. مثلا كنا تنشوفوا البحاره كيفاش تيصيدوا، الناس اللي كيخدموا كيجبدوا الخضار والفواكه، تيجبدوا عدة معادن، وكاين طاقات شفناهم، مثلا طاقة نور واحد ونور جوج اللي كاينين في الزازات.